هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. لا على سلامتو وسلامه الوليدات كاملين، وانا فرحانه بزاف ان ولدي جا بخير وعلى خير والحمد لله، وكنشكر الله سبحانه وتعالى. ومهم فرحه كبيره الحمد لله. يسمحوا لي ويعذروني، راه عارفين الام المغربيه كيفاش كتكون مع وليداتها، هادشي اللي غنقول لهم. وطه راه ولد الشعب المغربي كامل، هادشي اللي غنقول. توحشوا بزاف، راه ملي شفتو راه شتيني ربما كيفاش غوت كيفاش فرحت، ودار ليا مفاجاه راه ما علمنيش يعني معاش غيوصل ومعاش غادي يدخل هنا. يعني توقفت السياره بديت كنغوت، قلت لهم طه هذا هذيك السياره، حيت عرفتها ماشي ديالنا ماشي ديال شي حد في العائله. فرحت بزاف ملي شفت ولدي، الحمد لله جا بخير وعلى خير، لا هو لا الوليدات صحابو، الله يكمل عليهم والله يسر لهم بالخير. يبقوا غاديين في هذه المثابره وهذا الاعداد، والله يوصلهم لاعلى المراتب، هادشي اللي غنقول لهم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كلشي كيهضر على طه بالخير، كلشي كيعتز بطه، لدرجه ان انا كنت كنقولها، كنقول لهم هذا راه ولدكم ما بقاش ولدي، ولا هما دابا كيقولوا لي، كيقول لي راه ماشي ولدك بوحدك، راه ولا ولدنا حنا. الحمد لله هذا راه فضل من الله سبحانه وتعالى. صراحه ما كنتش كنتوقع ان يعني غادي يكون الصيت ديالو في المغرب، ولكن باش توصل للعالميه وكل شيء كيهضر عليه ما كنتش كنتوقعها بصراحه. والحمد لله كنشكر الله سبحانه وتعالى. كتشوفي الجرائد شعور جميل جدا واحساس بالفخر، والحمد لله ربي ما خيبوش وما خيبناش معاه، الحمد لله. اللي كيخدم وكيتابر وكيجد ضروري كيلقى الجزاء ضروري. شنو نقول لك؟ الدراسه اول شيء والرياضه، ودائما بنادم يبقى غادي في طريق الله وفي طريق المستقيم، ضروري ربي غادي يجازيك وغيوصلك للهدف ديالك اللي كتطمح ليه. مرضات الوالدين ضروري، مرضات الوالدين. يلا قال لي غير دابا في التليفون كيهضر معايا، قال لي ماما مرضاتكم راه واقفه معايا، الحمد لله.